نرجع بقى لأخبار الأندية، ولكن أوروبياً مع أخبار لاعبنا المصري النجم الكبير محمد صلاح بيشارك حالياً مع نورويتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي ممتاز. إنذار شديد اللهجة بيقدمه ليفربول مبكراً. 4-0 في الشوط الأول ابتداها الأول جرانت مدافع نورويتش سيتي سجل في مرماه، وبعدين محمد صلاح الهدف الثاني، وبعدين فيرجيل فان دايك الهدف الثالث، وبعدين أوريجي الهدف الرابع. 4 أهداف حصيلة الشوط الأول. إصابة أليسون باكر يمكن تكون هي الخبر الأسوأ لجمهور ليفربول في شوط رائع، وفي إنذار شديد اللهجة لكل المتنافسين بأنه إحنا جايين من أولها مستعدين بشكل قوي جدا. زي ما يورجن كلوب قال، مش مهم إنك تصرف كتير علشان تقول إنك بتنافس، لكن المهم إنك تحافظ على قوامك الأساسي، نجومك يفضلوا معاك، وكمان يبقى عندهم الرغبة إن هم يحققوا إنجاز مهم جدا وهو عودة الدوري الإنجليزي لليفربول. سنين طويلة جدا بينتظر جمهور ليفربول الدوري، لكن السنة اللي فاتت كان في تصبيرة تانية بنوع تاني وبطولة ما هياش بعيدة قوي وما هياش غريبة قوي على ليفربول. حصل عليها قريب، لكن حصل عليها السنة اللي فاتت وهي دوري أبطال أوروبا. لكن لسه الدوري الإنجليزي تقلان على جمهور ليفربول ومش عايز يرجع، بقاله حوالي 30 سنة. لكن هل يعود السنة دي بقيادة محمد صلاح ويورجن كلوب؟ هنشوف.